اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه دجله، موجود في مدينه اوترخت. وصلناها قبل يومين او ثلاث ايام، يومين او ثلاث ايام، ثلاث ايام ذا يشير المصور. وصلناها قادمين من السويد. طبعا من السويد سوينا لكم مواضيع اثنين بها رسائل جدا جميله راح نوجهها الى كل العراقيين خارج وداخل العراق، والبرنامج هو راح يكون جميل جدا وراح يقدم اشياء تخص العراقيين في داخل وخارج العراق. على العموم راح يسالوني ليش لابس هذا اللبس وليش ما يعني، طبعا درجه الحراره 1 تحت الصفر، ميت من البرد. بس انا عندي رساله دا اقدمها بدايه البرنامج وبدايه حلقاتنا في برنامج ذهب ولم يعد. اول شيء احب المنتخب العراقي واسانده وكل العراقيين ان شاء الله خلف منتخبنا الوطني، ونتمنى يعدي الازمه والادارات اللي مسؤوله على المنتخب ان شاء الله تسمع كلام الشارع وتخلينا وتوفر لنا اجواء لمنتخبنا، وان شاء الله نحصل على المركز الثالث ولو هو صعب، بس ان شاء الله كنا خلف المنتخب وان شاء الله يوصل كاس العالم. على العموم هذا اول سبب. السبب الثاني هو انه المغترب العراقي اللي ذهب ولم يعد يعيش نفس حالتي الان حاليا، لان درجه الحراره 1 تحت الصفر. هاي نقطه. هسه انا الان اشعر بالبرد، يعني الجو مو جوي. يعني المغترب العراقي او المهاجر اللي ترك وطنه ومجتمعه وثقافته يعيش نفس الحاله اللي انا بيها، ده يعيش جو مو جوه، هذا الجو مو جوي، مثل الواحد بالشتاء ولابس هاي الملابس وميتت من البرد. على العموم فكرتنا ان شاء الله تنال اعجابكم، اول حلقاتنا راح تكون ان شاء الله مميزه والحلقات القادمه ايضا مميزه، وراح نتجول في اوروبا ودول عديده وقارات عديده حتى نبحث عن المواضيع اللي تهم العراقيين، قصصهم، نجاحاتهم، وان شاء الله ماكو فشل، واللي يواجه فشل ان شاء الله يواجه النجاح بالمستقبل. اهلا وسهلا بكم في برنامج خرج ولم يعد. اهلا بكم. طبعا كنا بالسويد في العاصمه ستوكهولم، وصورنا ماده جميله عن موضوع يحمل هوايه معاني وبهوايه رسائل. الموضوع يخص زوج وزوجه، ساره وفضل. ساره وفضل عراقيين كانوا عايشين بنفس المنطقه، يعني في منطقه الشعب في بغداد، كنا نعرفها وكنا سامعين عنها. الغريب بالموضوع وبهاي القصة انه هم عايشين بنفس الحي، حي الشعب في بغداد، لكن لظروف معينة هم من الاخوان من السابق المندائين، شركائنا واحبابنا بالوطن، فضل هاجر الى الولايات المتحدة الامريكية، وسارة ايضا هاجرت الى السويد، استقرت بالسويد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص الفيسبوك. صار تعارف بيناتهم، صارت علاقة جميلة بيناتهم، اتفقوا على الزواج واللقاء من شدة حبه وتعلقه. انا اتكلم عن فضل، فترك الولايات المتحدة الامريكية واستقراره ومستقبله، وكان فاتح بزنس هناك وكان اموره جدا مستقرة، لكن فضل انه يعيش بالقرب من الانسانة اللي حبها قلبه واللي قرر انه تكون زوجته لاخر العمر. على العموم ما طول الموضوع، فضل غادر الولايات المتحده وعاش مع ساره في ستوكهولم عاصمه السويد. ايش صار هناك؟ انا اقول لكم ايش صار هناك. فضل عاش مع ساره لفتره معينه، لكن قرروا قرار جدا مهم، لانه تعرفون الحياه هنا غاليه، غاليه في اوروبا وبالاخص في السويد. فقرر فضل وسارة قرار جدا مصيري وعملي، وكان هذا القرار ممكن أن يساهم يا أما استمرارهم يا أما يواجهون مصاعب بالحياة، لكنهم نجحوا. خليكم ويا سارة وفضل، وهذا الموضوع صورناه عن سارة وفضل في ستوكهولم في السويد.
فضل وسارة أسرار كثيرة وصلتهم لهذا المكان وخلتهم يوصلون للي هم عليه. أهلا فاضل. أهلا وسهلا. وأهلا سارة. يا أهلا وسهلا. بداية نقول بأنه اللي دسوه شيء جدا غريب، يعني كعراقيين إحنا نعرف أنه الرجل يعمل والمرأة تعمل، لكن تعمل فد أشياء يعني في مجالات أخرى كذا، لكن أنتوا بنيتوا هذا الفرن المختص بالخبز والصمون العراقي، بنيتوا بناء مو طابوق على طابوق، لا يعني بنيتوا حب على حب، بنيتوا جهد على جهد، والتقيتوا. ظروف لقائكم غريبة، أنتوا عايشين نفس المنطقة بالعراق، منطقة الشعب، بس ما التقيتوا هناك، بالغربة التقيتوا. فاضل ايش راح تبدينا بالكلام؟ والله نشكركم اولا على هذا اللقاء، وان شاء الله يا ربي نطلع بصوره حلوه للعالم هنا بالغربه. اول شيء يعني جينا هنا اجبالنا يعني هذا المشروع ننقل يعني ولو ثقافه صغيرون العراقيه، وحبوها العالم هنا ان كانوا سويدين او عرب او جنسيات اخرى حبوها. سارة أنت امرأة عراقية، ونعرف الامرأة العراقية تحب تقعد بالبيت وتتدلل وكذا. شنو اللي تغير بحياة دائما الغربة تكون أصعب من حياتنا إحنا كمثل بلدنا، فهنا شوية تشوفها حياة صعوبة، لازم الرجل والمرأة بنفس المستوى. ليش؟ لأن هو راح يشتغل وأنا المرأة لازم تشتغل حتى إنه يبنون بيت. أنتوا تشتغلون بنفس المكان وبنفس المهنة، وشركتكم هاي اللي نظام الشركات، يعني هذا المكان شركتكم، مشاركين في كل شيء بالحياة، بالمشاعر، بالشغل هنا بالمكان، يعني مو شوفوها شوية يعني too much؟ يعني احنا انا وياها بالشغل بس واحد ما شايف الثاني، مقدس ستريس وهاي، وهذا شيء حلو. اكو ناس يقولون انتم واحد ما يمل من الثاني ما اعرف شنو، والله يا ريت يطول الشغل في 24 ساعة لو تبقى وياه. فعلى هذا الأساس يعني يكون لطافة بالشغل، يعني أنا وياه ما لان واحد يملل الثاني ولا شيء ولا هاي، يعني ملتهين بالشغل مالتنا، وتعرف هي عينها علي أنا عينها عليها، يعني ننصح الكل هيك. يمكن هي المستفادة أكثر شيء. على شنو؟ لأن عينك علي 24 ساعة. لا والله لا لا بالعكس يعني والله لا وراها شيء. لا يعني تعرف شنو، أنا كلش أحب يعني نكون اثنيننا، ودائما أنا أحب أساعده، وما كون هاي مال غيرة وما غيرة، أنا مالي أيدي من عنده بهاي. تأكيد على الحب. الحب أكيد، يعني ها فضل كلش هواي يحبني، أنا واثقة من هذا الشيء، مثل ما هواية ضحى هواية سوى أمور. فضل عنده تعابير صارت يعني. لا بالعكس، هذا الشيء طبعا حلو، الزوجة تكون دائما ويا زوجها بالشغل بالبيت بالسيارة، عند حلاق مرة دخلت وياي. شو أنا أكو بعض الشغلات مثلا القصات أحبها عليه، فمرة قلت له أقول لك انطيني الحلاق من يمك، كان يقول لي ليش؟ قلت له انطيني، قلت له لا تخفف لحيته هواية خليها عدل، قال يعني شنو قصدك؟ قلت له ما أعرف، لا تحددها لا تسويها، المهم أنا ما أريدي، ولا ترفع شعرها هواية. كان يقول أقول لك أنا أول مرة أشوف واحدة هيك تتصل وتعالى ما تعدل، يعني أنا بفضل بأدق التفاصيل أحب أهتم به بأدق التفاصيل، يعني حتى حياتنا المهنية غير وحياتنا خارج الشغل غير، يعني أنا ويا حياتنا بالشغل اللي شفنا، أنا قالت له يعني شغلك أصدقاء، يعني شون اثنيناتنا هو يشتغل وأني أشتغل مثل عامل وعاملة، يعني بمثابة يعني زملاء. عمل، فلهذا انت تشوف برا لا غير، زوج وزوجة غار عليه غار علي، بس هنا بالشغل لا، يعني هنا احنا نعرف شنو بالشغل، شنو يجينا من الشغل، شنو اللي راح نصادفه بالشغل، فلهذا واحد محترم، اكو حدود لبعض الشغلات هاي. وشنو رأيك انت بيه؟ لا انا رأيي كلش حلو، يعني سارة 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 رائعين جدا.
العراقيه صاروا يشبهوها بالمراه المطلقه، لانه النسب جدا عاليه بالعراق، نسب جدا عاليه. لكن من نقدم فاضل وساره فنقول انه صح نسب الطلاق عاليه، بس نسب الحب والتفاهم بين الازواج عاليه لدرجه انه فتحوا مشروع في السويد. المشروع راس ماله صح فلوس، بس الراس المالي الاكبر هو الحب والتفاهم والانسجام. واحد لازم يكون، شوف حتى لو يكون هدفك غير الهدف اللي انت اللي تريده بالحياه، افتحك ابواب هوايه تفتحها. جميل. افتحها راح تلقى هواي شغلات انت راح تتفاجئ بيها، بعدين ترجع لهدفك انت اللي تحبه. انا هذا رايي يعني، حتى لو كانت انه بانا هوايه شغلات احنا نسويها، فتحنا هذا الفرن بهدف وفتحنا هوايه ابواب يعني حتى نوصل لها. مرات نزعل ماكو بيت يخلى من يعني الزعل بسيط، ما اعرف شنو، اقول لها انت ليش تتاخرين؟ احنا خلينا نختصر هسه، خلينا الصالح ليش نبغى صح هذا دائما اقول لها انت تعالي هسه خلينا الصالح، احنا ليش نقضي نص ساعه وساعه مزعلانين؟ تعال خلينا صالح هسه نختصر. يلا اوكي ان شاء الله زعل ماكو، وشكرا لكم. احنا ورانا هم طريق وكذا، بس الحمد لله منطقتكم بعيده، بس تعبنا يعني كان في محله وتعبكم راح ان شاء الله، وصورتكم النقلت للعراقيين اللي متابعيكم واللي حاب واللي حبوا انه يتعرفون عليكم عن عن يعني عن قرب. شكرا لكم وشكرا لقناتكم، واني هوايه احب بحياتي ما شفت جمهور عراقي هالقد محبتهم كلش هواية، ومحبتهم إلي بحياتي يعني تعرف إيش قد، والله مرات من أقرأ التعاليق تدمع عيني بقد جمال التعاليق، بقد جمال الكلمات، تنطيك الإيجابية بشكل مو طبيعي، تنطيك الفرصة للحياة، تقول خلص إذا هيك العالم تحكي وهيك جمال خليني بعد أشتغل، خليني أشتغل ألف خبزة مو بس خبزة. شكرا لكم. وإن شاء الله لنا لقاءات قريبة، والمادة كلش حلوة قد ما حكينا بيها، موضوعكم جدا غريب على قد ما هو غريب، على قد ما هو مهم ومفيد للناس. شكرا لكم، مع السلامة. شفتوا سارة وفضل شلون متعاونين وفتحوا مشروعهم، مشروع الفرن، وهي تشتغل وهو يشتغل ايده بايدها، وعايشين احلى حياة. تعرفون هنا اوروبا الامور تختلف، وهي عائلة عراقية التقوا وسووا هذا المشروع ونجحوا، والقصة غريبة وفريدة من نوعها. انا وياكم، انا والفريق، فريق برنامج رحل أو ذهب ولم يعد، هي ذهب ورحل نفس الشيء، لكن ذهب ولم يعد عنوان البرنامج. على العموم قعدنا وقلنا خلي نسأل الرجال في بغداد، نسألهم هل أنت تقبل أنه تفتح مشروع أنت وزوجتك شريكة عمرك؟ ممكن هذا الشيء لو تعتبره شوية بأمور تدخل بالعادات والتقاليد؟ طبعا الاستطلاع قصير جدا، البعض من الرجال قال اي اقبل شكوا بيها، والاخرين قالوا لا، يعني لعده امور وعده اسباب. على العموم اتمنى اللي قالوا اي يكونون مو بس امام الكاميرا، يكونون بحياتهم ايضا، لانه حياه الاستقرار وحياه المسانده بين الازواج شيء جميل. خلينا نروح لبغداد ونرجع نكمل. طول شركة حياتي هي، فعادي يعني أنا أفتح هاي المشروع. لا ما أفق هواي أسباب، أحلى شيء من البنية تكون وراء رجلها يعني.
ممكن تفتح مشروع بمشاركة زوجتك وتشتغل وياك بمطعم أو فرن أو محل بيع. إيه ماكو إشكال عادي يعني ما بيش يعني معطوا شركة حياتي هي فعادي يعني أنا يعني أفتح المشروع وأشتغل أنا. بالتأكيد يعني ماكو مشكلة إنه يكون فرصة عمل للزوجة يعني ممكن إنه تطلع من الروتين اللي هو حياة الضغط البيت وضغط المنزل خصوصا بهذا الوقت ماكو فرص عمل بالوقت الحالي فللمرأة هم إلها حظ أو إلها فرصة بأعمال ممارسة الأعمال خلينا نقول الهاند ميد أو الأعمال اللي الإبداعية اللي تقدر تستثمرها بالإمكان مشاركتها بكافة الأعمال يعني خلينا نقول الإبداعية. لا ما وافق هواي أسباب. لا عادي ما بيها إشكال يعني أحلى شيء من البنية تكون ويا رجلها يعني تشتغل وتعامل وتطلع وياه وتطب وياه أحسن أحسن شيء هذا. إيه ما بيها إشكال ما بيها إشكال. طبعا شفتوا الاستطلاع اللي سويناه من بغداد وشفنا الرجل العراقي كيف يتعامل مع هذا الموضوع. البعض يعتبره موضوع حساس والبعض يعتبره الموضوع عادي جدا مدام هو مبني على أساس التعاون والمساندة بين الأزواج من أجل بناء حياة أفضل. موضوعنا الثاني أيضا من السويد يحمل معاني ورسائل كبيرة جدا عن المرأة العراقية. احنا كنا نعرف أن المرأة العراقية واجهت ما واجهته في ظروف الحياة وكثير من النساء العراقيات اجوا الى اوروبا والى امريكا واستراليا نو بروبلم اوكي يس كثير من النساء العراقيات اجوا بمفردهن مع ازواجهم ضمن عائلات وعاشوا هنا في اوروبا وعاشوا في امريكا نو بروبلم احترام جميل جدا هنا ألاقي شافوا الكاميرا وما يقدرون يروحون يجون. على العموم نرجع لموضوعنا. فالمرأة العراقية هنا في أوروبا واجهت ما واجهتها من ظروف لكن إصرارها على العمل إصرارها أن تكون مستقلة وأن تنجح وتبدع رغم كل الظروف الصعبة اللي واجهتها. سجا أيضا في السويد وقصتنا من السويد لسجا. سجا من السويد no problem it's okay سجا من السويد واجهت ما واجهتها من صعوبات رادت تحقق ذاتها وتنجح في عملها وافتتحت مشروع جميل. طبعا هي هكذا نماذج لنساء عراقيات عايشات هنا في أوروبا في برنامجنا ذهب ولم يعد نحب نركز عليه حتى ننقل تجارب المرأة العراقية من داخل أوروبا. وسجا أيضا زوجها كان سبب من أسباب نجاحها لأنه ساندها ووقف خلفها حتى نجحت وحتى استقرت. إليكم قصة سجا. وصلنا لسجا. سجا الموجودة في ستوكهولم عايشة هنا منذ 2008 تركت العراق وعاشت هنا وهذا مشروعها اللي هو يعتبر حسب كلامي وياك اللي افتهمت انه هذا حلم عمرك حققتي وصلتي لتريدي لو بعد؟ لا ان شاء الله بعدنا ما وصلنا للي نريده بس اول ما بدينا المشروع بدينا فشي بسيط انه بديت الكل بنية تحب تطلع أو تتنفس. مشروعي هو ريلاكس إنه الوحدة ما تقمك فشي يمنعها إنه إحنا عندنا تقاليد البنات ما يصير تختلط ما يصير تطلع ما يصير تروح. مكاني هو للنساء فقط كافتيريا نسائية بسيطة وبعدين عندنا السبا مكان استرخاء وريلاكس
وتقدر تحتفل بعيد ميلاد، تقدر تحتفل بخطوبة، وداع العزوبية، وبنفس الوقت عندنا البيوتي، كل شيء يخص البشرة اللي احنا بيه. هذا أنا درست مثل ما تشوف هنا، أنا عندي هواية، أنا هاي الشهايد اللي أخذتها، درست كل شيء يخص البشرة. أولا أنا مو بسبب حبي، يعني درست هذا الاختصاص حبي للبشرة، حبي أنه شغلتي أحبها، مو بس أنه فكرت ماديا. وبعدين الوحدة اللي تجي تطب سبا استرخاء، تطلع اهتمام ببشرة، بعدين تقعد بنفس الوقت فتشي فريهات، يعني أنه تنفس عن نفسها. ففتحت أنه البناتنا، وبعدين هم عندنا يوم واحد للإخوتنا تنورون أهلا وسهلا على راسنا. وإن شاء الله يعني أني هذا فتشي بدائي صغير، إن شاء الله الحلم مالتي يكبر ويتطور ويصير إنه اسم بكل مكان بالعالم. جميل جدا. يعني أنت هذا المشروع اللي بديتي به، بديتي في ظروف ممكن صعبة، أنه بداية أزمة كورونا، يعني واجهتي مشاكل، لكن هاي المشاكل فادتك يعني في أنه تاخذين العبر وبالنجاح. بعد ما تجاوزتي المشاكل في بداية يعني افتتاح هذا المشروع والكورونا وما أحاطها من مشاكل وعراقيل وحواجز، الآن أنت نقدر نقول أنه أنت بديتي الآن تقطفين ثمار الصبر والمطاولة؟ أكيد. أول ما فتحنا وصارت بظروف الكورونا، طبعا الحمد لله أحمد الله وإلي الفخر أنه لحد الآن شركات كبار فترة كورونا سدت واستسلمت، بالرغم من أنه الكل يأس والكل قال، مثل ما قلت لك كانت عندي شريكة بالعمل، أنه الكل يأس أنه سجاك خلاص عراقية موجودة لحد الآن شريكتي لها التحية والاحترام، فقلت لي سجاك خلاص، قلت لها لا خلينا آخر محاولة. الحمد لله حاولنا، وهسه هي فرحانة أنه قالت لي الحمد لله ما سمعتي كلامي وظليتي مستمرة. من نقعد ويا المحاسب يقول لي شاطرة وسباعية أنه ظليتي بإصرارك. بدينا مثل ما هسه أنت تفضلت نجني الثمار اللي تعبنا بيها. ما كنت وحدي، عائلتي ساندتني. وأنصح كل إنسان بالدنيا، إذا بنت وإذا ولد، إذا عندها حلم وإذا عندها طموح، خلي تحاول، يعني تقول اليوم أنا صعدت. ماكو فد إنسان يجي يصعد بالسهولة، واللي يصعد بسهولة يوقع بسهولة. وحتى تحس بطعم تعبها إنه تحاول مرة واثنين وثلاثة، ماكو فد شي يجي يعني بالسهل. نعم نعم. لكن نتحدث الآن على التفاصيل، تفاصيل المكان. إحنا في هذا المكان اللي هو كل ما يختص بالبشرة، يعني تفصيل أكثر أرد أفهم ورد الناس يفهمون. أوكي. أولاً إحنا عندنا بالبشرة أول شيء أنا اللي هو عشقي تنظيف البشرة. مهم تنظيف البشرة. كلش مهم تنظيف البشرة. لازم كل فترة يعني لازم، يعني إيش قد الفترة؟ حسب، من بشرة لبشرة. أكو شخص يحتاج كل شهر تنظيف بشرة، وأكو كل 3 شهور، وأكو كل 6 شهور. يعني معناته إنه كل بشرة لها فد خصائص معينة، ممكن 3 شهور، ممكن كل شهر. ممكن كل ست شهور. احنا حسب ما درسنا انه احنا نفحص البشرة، طبعا احنا عندنا في برنامج فحص البشرة مجاني، نفحص البشرة وهنا نقرر اذا البشرة ما تحتاج. نصيحتي لكل البنات، مو بس شفتي اني سويت غيري سويت تقلديها، انه هاي اليوم نفخت هاي اليوم، كل شيء اذا انت ما تحتاجي مو زين انت تسوي. والقرار يجي بعد الفحص والتشخيص شنو تحتاج. فاذا احتاجت تنظيف بشرة راح نبدي لها بالبخار، وبعدين نبدي سحب الدهون اللي هي تمنع امتصاص الفيتامينات اللي نخليها من البشرة، وبعدين نسوي تقشير للبشرة. عندنا الجهاز هذا الحلو اللي هو التقشير الكريستالي، هذا يسحب الجلد الميت من البشرة، هو حبات كريستال. وطبعا هنا احنا بأوروبا كلش حريصين، مثلا اذا وحدة كانت حامل، اذا كانت ترضع، ممنوع تنحقن اي شيء. نصيحة لكل بناتنا بالعراق، دا يحقنون ويصير وعادي، ممنوع. من اي شهر؟ من الاول لحد ما تجيب وتبقى ترضع، ممنوع تنحقن اي شيء حقن تحت الجلد، سواء بلازما سواء فيتامينات نظارة. انت لاحظت انه بالعراق دي يستخدمون هذا الشيء؟ بالعراق دي يستخدمون هذا الشيء. عندك واني نصيحة، يعني اني هسه اقول لهم لو يعطوني 10 اوراق بابرة اضربها سعرها يمكن 100 دولار، حتى اضرب وحدة حامل او وحدة ترضع مستحيل اسويها، مستحيل، لانه بيها نسبة 20% تأثر على تسمم الجنين الموجود.
فإحنا هنا ممنوع نحقنها. بس تنظيف البشرة فشيء آمن لأن هو خارجي سطحي يخص الجلد. والقوانين بالسويد شلون تتعامل مع مراكز العناية بالبشرة، مراكز التجميل؟ يمكن القوانين صارمة جدا من حيث إذا في غلط معين أنه الشخص قد يكون وقع عليه حيف أو صار عنده خطأ سبب له مشاكل، شلون يتعامل القانون السويدي مع هكذا حالات؟ طبعا القانون السويدي صارم لأنه أنت ما تقدر، ما إلك حق تفتح أي مكان إذا ما عندك شهادة تخص أنت شنو ده تفتح. حتى إذا جبت طبيب أني أرد أجر هنا أنا بالمكان يشتغل لي، لازم المكان مهيئ ولازم تطلع الرقابة ولازم الرقابة توافق لي. أما إذا صار عندي خطأ، فت خطأ المريض راح اشتكى، المكان ينقفل، أكو فت غرامة مالية، يتعوض المريض اللي موجود. طبعا بالعراق أكيد ماكو هذا الشيء، ما شفت أنا بالعراق في مشاكل كثيرة في هذا المجال، والكلام عليه الكلام بهيش موضوع داخل العراق قد يعرضك إلى مشاكل، لأنه كل مركز وراء شوف شنو. ولهذا القانون بالعراق هي دعوة، لأن شفتوا بالسويد، الحكومة السويدية والقانون السويدي لا يرحم أبدا، صارم جدا مثل ما قالت سجا وهي أخصائية تجميل وعارفة القوانين السويدية. نتمنى هالقوانين أيضا تكون صارمة في العراق، لأن هذا كل ما يتعلق بصحة الإنسان هو مهم وخط أحمر المفروض. طبعا وانصح بناتنا انه مو تنبهرين بمركز كبير وفد اسم اعلامي كبير وفد شيء انه تشوفين شكلها هي لبسها وضعها وشكلها حلو وتقولين ايه يعني هي هذه كل الشاطرة، اي ممكن هي هاي شاطرة لانه تعرف اليا دكتور تروح، بس مو هي الاكيد المشتغلة نفسها. يعني اوقات من اطلع حتى من انشر باللايفات انه احقن نفسي الابر بنفسي، نفس الابرة اللي اضربها احاول انه رغم الصعوبة بس اقولهم شوفوا انه انا هاي الابرة اللي انطيكم اياها نفسها انا دا اضربها لنفسي، مو انا رايحة في الطبيب وأني مسوية نفسي وأجي أتكشخ وأنت تقلين وتروحين الثقين يعني رأساً وتجيبين فلوسك وتدفعين وتجين تقول لك أنت وجهك مساعد. بس أنت لازم يعني لازم بناتنا يتأكدون أنه هاي دكتورة، تتأكد من مصداقيتها، تتأكد أنه هي مو طمع. يعني أنا أنصح كل بنية بس تروح جيبي سوي هاي سوي هاي سوي هاي، أنت فكري هاي دا تريد منك تدفعين. واللي تقولك مثل ما صارت وياي وانصحهم دورات واقول لها ما انصحك تسوين تنقهر وتقولي اذا ما تقدرين قولي، يعني انت الصادق ما تريدوا مع الاسف. الكلام في مجال في هذا المجال يحتاج لنسوان في مجال التجميل اعرف فد اشياء، لكن الغوص في التفاصيل يبدو انه الموضوع جدا كبير وعناوينه كبيره. شكرا لك سجا، شكرا لان انت اعطيتي مثال للامراه العراقيه الموجوده في أوروبا أو في الغربة أو في بلاد المهجر، كيف بدأت بمشروع وبفكرة وكيف طورت الفكرة وكيف ظروف إنشاء هكذا مكان، كانت ظروف صعبة لكن المطاولة الاستمرار التركيز على الأهداف وأكيد وجود الطموح يحقق المستحيل. شكرا لك سجا مرة أخرى. نعم بسيطة. طبعا أريد أنصح شبابنا إذا عندكم نساء عندها أفكار لا توقف طموحها. الفضل أنا اللي يرجع الزوجي إنه الزوجي قد ما إنه صرت عندي أوقات أنا بالنتيجة مرة ضعيفة وبغربة أنهار وأقول له هيك أشوف يقول لي كملي وصدقيني راح توصلين للشيء اللي ترديه، وهذا اللي نقول عليه السند الحقيقي بالضبط. وكل خطوة وياي وأولادي نفس الشيء رغم أنه أقصر وياهم بأوقات بسبب انشغالك بالشغل وبالمركز هذا أكيد. ودائما أنت في يعني الوقت يمكن من الصباح حتى المساء أوقات من أعتذر من عندهم وأقول لهم أنا آسفة لأنه مناطتكم يقولوا لي إحنا فخورين بيك لأنه أنتي دا تحاولين ورح تصيرين وإحنا نساعدك. فأتمنى من كل الأسر العراقية أو الأسر العربية أنه تساندون بعضكم حتى توصلون، واتركوا التسقيطات وعفوها وشوفوا دائما الجانب الإيجابي واتركوا الجوانب السلبية. الأجهزة حديثة كنا قبل إن الأجهزة إلا تعلم إيش قاد والنص إيش قاد، حس إنه أنت تشوف لون البشرة مثل قاعد تشخص تشوف لون بشرته من ياهم من هذولة هو واحد. إذا مثلا نستعين هذا وياجي هيدي تسويها مثلا رجل إيد
الوجه، هاي ايد الزارة اللي عنده واحدة يبرمج شنو درجات الحرارة الموجودة مثل الجل والبرد. طبعاً أكو أجهزة فريزر متعددة هسه نزلت بالساحة أنواع. شفنا قضية سجا والموضوع اللي يحمل معاني كثيرة يخص المرأة العراقية العايشة في بلاد المهجر. رحنا للعراق واستطلعنا آراء نساء عراقيات حول هذا الموضوع. سألناهم إذا أنت تريدين تفتحين مشروع تحققين بذاتك وحلمك واستقلاليتك، هل زوجك راح يكون سند إلك؟ خلينا نشوف الاستطلاع ونرجع. لازم تكون إلها سند وهو يكون إلها سند. مو ضروري بس إنه إذا نحتاج هي أكيد أكيد هو يوقف وياي طبعاً. يرفض رفض قاطع، لا يقبل ولا يتناقش ولا يفكر ولا ينطيني مجال. أكيد أكيد لازم كل زوج يسأل زوجته بهاي الأشياء، خاصة بهذا الزمن الصعب. الرجل بوحده ما يقدر يفتح بيت، فلازم الزوجة تتعاون ويا زوجها وتفتح بيت، ولازم تكون إلها سند وهو يكون إلها سند. مو ضروري بس إنه إذا نحتاج هي أكيد لازم إنه أحد يساند واحدة الثانية. طبعاً أول شيء أمي بعدين هو، بس أكيد هو يوقف وياي طبعاً. والله هو دا أدرس تصميم، إن شاء الله منه خلصة أفتح مشروع يعني داخلي هيك ديكور وهيك سوالف. لو بداية زواجنا كان يعارض ويرفض رفض قاطع، بس هذا عمرنا ورا 30 35 سنة أكيد إذا كان المشروع يعني ندرس إذا ممكن ناجح وما يعارض أكيد يوقف وياي. أنا زوجي يعني أنا بالنسبة لي لا يقبل ولا يتناقش ولا يفكر ولا ينطيني مجال، بس الله يرحمه هو متوفي، بس هسه إذا أسوي مشروع ولدي يوقفن وياي. شفنا هذا الاستطلاع وشفنا رأي النساء العراقيات من بغداد حول موضوع أنه هل زوجك سيقف إلى جانبك ويسندك وأنت في طريقك لتحقيق حلمك وذاتك في افتتاح مشروع أنت يهمك ويحقق لك الاستقلالية ويحقق لك وجودك في المجتمع. وشفنا آراء النساء العراقيات والآراء مختلفة وهذا شيء طبيعي، لكن نأمل من خلال هذه الرسائل اللي وصلناها في البرنامج أن نوصل صورة جميلة عن مجتمعنا العراقي اللي نتمناه يكون خير وسلام ويكون بمبدأ التعاون الاجتماعي بين كل أفراد العائلة من أجل تحقيق حياة جميلة تعود وتنعكس بأشياء إيجابية. برنامجنا وصل إلى نهايته، هاي أول حلقة من حلقات برنامج ذهب ولم يعود. وراح تكون راح نلقى أنا ما أعرف هي نموذج لقضايا كثيرة عيدها والحياة والتعاون أنا ما عاجبني المكان. موضوعين كلش حلوين، أوكي حلو الحسن ها يلا. وأجدد الأمور اللي النساء العراقيات اللي وهو يعني حلمك وتحقيق ذاتك. خلي عيدة أن يكون أكثر لباقة، ما يقبلها حسب المناطق حسب التقاليد وحسب غلطة. أرجع مع السلامة.